طاب يومكم واهلا بكم الى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحسابات OTV على اكس، فيسبوك، انستغرام وتيك توك. على وقع فشل مفاوضات القاهرة وبعد انتهاء الرد على اغتيال القائد الميداني في حزب الله فؤاد شكر، برز كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء هيئة قضاء الكورة في التيار. سأل فيه: إذا كنا قد ارتحنا من الضربة، هل تعتقدون أننا ارتحنا من الحرب؟ وفيما اللبنانيون يعيشون بقلق مستمر، سأل باسيل: لمصلحة من بقاء لبنان بلا رئيس وحكومة واقتصاد وودائع وبقاء مليوني نازح سوري، هل هذا لمصلحة القضية الفلسطينية أم إسرائيل؟ ومن كلام باسيل البداية. إذن أوضح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنه نساند القضية الفلسطينية ونقف مع الشعب الفلسطيني، ودفعنا تاريخيا أثمانا كبيرة، ولكن حق اللبناني أن يسأل اليوم لماذا تخاض هذه الحرب. وأضاف باسيل خلال عشاء هيئة القضاء الكورة في التيار الوطني الحر: إذا كانت الحرب لتحرير مزارع شبعة نحن معها، وإذا كانت دفاعا عن قضية أو حق أو سيادة أو مورد لبناني نحن معها، لكن لماذا ربط مصير لبنان بمصير دول أخرى ولمصلحة من؟ فمن حقنا القيام بمراجعة، ونحن من الذين قاتلوا لنقول أننا ثبتنا كلبنانيين مع المقاومة وحزب الله معادلة قوة تحمي لبنان وتمنع إسرائيل من الاعتداء عليه. للي نحن موقفنا ما بننسأل عنه مع مين بدنا نكون وكيف بدنا نكون لما بيعتدى على بلدنا ولما بيعتدى على شعبنا ولما بدنا نوقف كلنا سوا نواجه ونضحي. لهيك نحن قلنا حق نسأل، وقلنا حق نقول ما بدنا الحرب ببلدنا، وقلنا حق نقول كيف بدنا نحمي بلدنا ونحافظ على معدلات القوة يلي بتحفظه نحن، يلي من سنة 2006 نحكي عن استراتيجية دفاعية بتحفظ مكامن القوة للبنان، وبيطلعوا خصومنا السياسيين بهتونا بيقولوا لنا سلمتوا البلد، انتوا رحتوا سلمتوا البلد لسياسات خارجيه، وبنقول لهم لا، نحن عم نسلم البلد لمعادله قوه بتحميه، مش احسن ما نكون تابعين لمعادلات ضعف مثل ما كل عمرنا بنقول لبنان قوي بضعفه وقوته بضعفه، كسرناها وواجهنا وتحملنا مس فينا وبقوتنا وبشعبيتنا كل شيء لانه شفنا انه هيدي مصلحه لبنان وهيدي استراتيجيه اللي بتحفظه. بس لما منشوف انه نحن عم نربط لبنان بحروب تانية اكبر منا وايران مش عم تقدر تعملها، فمش مطلوب من لبنان انه هو يعملها اذا دول اكبر منه واقوى منه مش عم تقدر تعملها. ايران لليوم ما عملت الحرب، وسوريا لليوم ما عملت الحرب، والعراق لليوم ما عمل الحرب، ليه لبنان وحده بده يعمل الحرب؟ هلا ارتحنا من الضربة، فكركم ارتحنا من الحرب؟ تعتقدوا هيك؟ أو أعطينا مجال للضربة الثانية والضربة الثالثة؟ بدل ما نكون محررين وقادرين نكون أحرار بقرارنا، مش رابطين حالنا إلا بمصلحة لبنان، مش عطلين البلد من جوا وشالينه وضربين اقتصاده وموقفين السياحة فيه وعملين كل الأسباب يلي بتأدي لأضعافه، وبذات الوقت بدنا نروح نحارب إسرائيل؟ المحاربة ما بتكون بس بالعسكر، حرب إسرائيل بتكون بلبنان القوي بدولته باقتصاده بماله بماليته بشعبه الصامد، مش بشعبه اللي عم بيهاجر. بدنا نقاتل وشعبنا عم بيهاجر وشبابنا عم بيتركوا. كل هيدي الأشياء بتخلينا ندعي مرة تانية وتالتة ورابعة وعاشرة كل المعنيين بهيدا الموضوع، وأول شيء ندعي بكركي وسيد بكركي لما دعينا 10 مرات، وبندعي القوى يلي بتعتبر حالها هي قوى حية وقوى سيادية وقوى معارضة، إنه بس شو منعمل بالسلبية، مننطر تا إسرائيل تضرب لبنان وأمريكا تضرب إيران ومنراهن على الحرب الجاية، أو منشوف كيف بدنا نعمل شيء لنأمن الصمود لشعبنا، منشوف كيف بدنا نعمل عمل إيجابي، كيف بدنا نبادر بشيء، بس منراهن على الخارج كيف بده يكسر قسم من شعبنا؟ هيه السيادة؟ هيدي هي السيادة بأن
مننطر الحرب تجي على قسم من اللبنانيين، السيادة بتكون كاملة ما بتكون مجزأة. السيادة بتنحسب بس على إيران بس ما بتنحسب على إسرائيل. سياديين مع إيران، سياديين مع سوريا، وأزلام للمشروع الإسرائيلي. اللي بده يواجه بالسيادة بده يطلع عليها بشكل كامل مش مجزأ. ولهيك لما عم نجي ندعي إذا وثيقة بيستكتروا علينا إن نطلع خطة عمل ما بدهم يعملوا. بعد شوي بيقول لك مواجهة. مواجهة مين ومين مع مين؟ إذا رافضين نحكي مع بعضنا، لا بدنا نحكي مع الآخر ولا بدنا نحكي مع بعضنا، ومع مين بدك تعمل كله هيدا بالاتكال بس على أمريكا وإسرائيل؟ وبركة أمريكا راحت عملت اتفاق، شو بيصير فيك؟ باسيل تطرق أيضا في كلمته إلى الشق الداخلي في التيار الوطني الحر. هون أهمية التيار الوطني الحر، وهون سياديته واستقلاليته، وهون قيمة أنه يكون في شعب مثلنا حر ما مقيد بحدا إلا بمصلحة بلده. ولهيك التيار الوطني الحر مستهدف ولح يضلوا مستهدف. بيروح واحد شهر ونص بيقعد بالبحر ما حدا بيسأل عنه، نطلع نحن نص نهار بالطيارة بيقولوا صيفية وسياحة. فبتسألوا ليه؟ بجزروا بأحزابهم من جوا. واحد ما بيسترجي يتنفس، بيقرأ التويت تبعه مثله مثل غيره من الناس، بيلاقي حاله يي أنا عامل تويت اليوم، لأنه بيطلعوا له ياه. نحن بالتيار بالدنيانا يكون عنه الناس لقلهم عنا جوا ونتركهم جواتنا، وإلا منكون ديكتاتوريين. بقى ما تخافوا، منعرف كتير منيح مصلحتنا ومطمنين كتير منيح على تيارنا، وشفنا قديه هيدا التيار متماسك. لا قدر هزه لا احتلال ولا وصاية ولا وجود، لا شرعي ولا غير شرعي، ولا قدر هزته مؤامرة ولا ثورة، ولا 13 تشرين ولا 17 تشرين، فما لح يقدروا يهزوه بشوية حرتقة بداخله. بدنا نطمن بالنا ونشوف كيف تيارنا عم بيتفاعل معنا. المهم ان نكون واعيين، نكون متضامنين، نكون فهمانين قدي مسؤوليتنا كبيرة، نكون فهمانين قدي التحديات قدامنا كبيرة، وقدي علينا شغل ان نعمله. أول شيء تنوعي الناس، تنخطبها، تنحكيها، تنروح لعندها. قال شو هلأ التيار الوطني الحر ديكتاتوري؟ بيعرفوا أحزاب الصندوقة والحوض الخامس شيء؟ واحد بتقلوله بالبيتون وبيكبوه بالبحر إذا خالف حزبه، والتاني بيحطوه بالسيارة وبيبرموا فيه المحافظة كلها سوا إذا خالف حزبه. بقى ما حدا في يغيرنا لا حقيقتنا ولا طبيعتنا. نحن بنعرف قدي تيار بتنوع ومنفتح وفي ديمقراطية وفي حرية، وعندنا مجال نعبر شمال ويمين بالاقتصاد وبالسياسة وقد ما بدكن في توجهات، بس بالآخر في قرار، وقرارنا هو نضلنا متمسكين بقضيتنا. فالتزامنا مش بشخص، مش بمؤسسة لأننا منحبها ولأن عائلتنا. التزامنا شو حاملة هيدي المؤسسة من نضالات وألام وتاريخ، وشو وعد اللبنانيين، وبتشتغل لتحقق لهم مستقبل أحسن. ولو ما قدرت بتعترف، ولو ما قدرت بتكفي وما بتيقص وما بتتعب وما بتركع وما بتستسلم. هيدا قيمته للتيار الوطني الحر، ولهيك بدهم يركعوه، ولهيك نحن ما بنركع. ذكرت هيئة قضاء بعبدة في التيار الوطني الحر أنه بعيدا عن السجلات وتوضيحا للحقائق، وخاصة بعد زج اسم هيئة قضاء بعبدة في تصريح للنائب العون يهم هيئة القضاء، وردا على البيان المذكور إيضاح أن الاجتماع الذي أشار إليه النائب العون لم يكن اجتماعا عاما بل اجتماعا خاصا مع الهيئة الإدارية لبلدة حارة حريك، جرى في مكتب هيئة قضاء بعبدة التي تضع هذا المكتب في تصرف مسؤولي وهيئات التيار
كافة، ولم يكن أي من أعضاء هيئة القضاء حاضرا في الاجتماع أو مدعوا إليه. ولفتت إلى أن ما ورد على لسان النائب عون أتى في منتصف المساعي التي كانت تبذل لمحاولة إبقائه في التيار، والتي للمناسبة كان رئيس التيار النائب جبران باسيل متجاوبا معها، فكان بالأحرى بالنائب عون احترام هذه المساعي وعدم التداول بمثل هذه التصريحات أمام أعضاء التيار إلا إذا كان لديه قرار مسبق بترك التيار، ولكن عن طريق الفصل للعب دور الضحية. وقالت الهيئة من المستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن النائب ألاعون لجهة إطلاع أحزاب أخرى على مشاكل التيار الداخلية والبدء بنسج تحالفات خاصة هدفها الحفاظ على مقعد نيابي، علما أن الرفاق كافة وعلى رأسهم رئيس التيار لم يكن لديهم أي رغبة بعدم ترشيحه مستقبلا في الوقت الذي كان يسعى فيه الرفاق لرأب الصدع. والأغرب صدور هذا الكلام حصرا أمام هيئة حارة حريك التي يتفاعل أبناؤها مع الثنائي الشيعي يوميا بحكم التداخل الديموغرافي، ما يضع هذا الكلام في خانة التهديد أو الترغيب. وأملت الهيئة من عون احترام العشرة الطويلة والتصرف بمناقبية كما عهدناه مع التياريين أكانوا ملتزمين في التيار أو مؤيدين، لا سيما أنه بنى علاقته معهم من خلال التيار الوطني الحر. فصل أول، نعود بعده لمتابعة هذه النشرة. النشرة مستمرة. عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعا موسعا صباح اليوم في مكتبه في الوزارة مع جميع متعهدي ورش أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بحضور مدير عام الوزارة المهندس علي حب الله وجميع المعنيين بملف الطرق فيها، حيث جرى البحث في سير الأعمال المستمرة والمتواصلة للورش في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك في رسم خريطة طريق استعدادا لموسم الأمطار المقبلة. يعني عم نشتغل على خطة استباقية، مش ردة الفعل بالنسبة لموضوع ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل لتعزيل مجاري مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء. بطبيعة الحال كل سنة نحن بنعمل هيك. اليوم نحن 28 آب من العام 24، نحن ورش الوزارة شغالة على مدار العام، لكن اليوم حاولنا نعمل قراءة موضوعية لجميع المشاكل وفنية لجميع المشاكل اللي حصلت العام الماضي حتى نقدر نحن نتخطاها هيدي السنة بأقل الأضرار الممكن. إذا وزارة الأشغال العامة والنقل بتقوم بدورة، وزارة الطاقة بتقوم بدورة، البلديات بتقوم بدورة، شركات رفع النفايات بتقوم بدورة، والمواطنين ما يرموا نفياتهم على الطرقات، بنقدر نقول انه حنخفف ضرر عن الناس وحدوث الفيضانات. بدها تحصل بدها تحصل اذا كميه المتسقطات كبيره، بس بنخفف ضرر على الناس. تعاون الجميع اساس. نحن كوزاره من اليوم شغالين، اليوم حنكثف ورشنا قبل بشهر ونص شهرين من الشتاء على اساس نكون نوصل لأول شتوي لبداية فصل الشتاء يكون نحن كل الأوتوسترادات تم تعزيلها بالكامل. ما بدنا نعزل اليوم وبعد أسبوع أهلنا يروحوا يرموا النفايات على أوتوستراد جونية وعلى أوتوستراد عكار وعلى أوتوستراد الجنوب وعلى أوتوستراد البقاع. ما كنا عملنا شيء. إضافي موضوع اللي بيبيعوا قهوة على طول الأوتوسترادات، ما عم بعرف منين عم بيجيبوا رخص، يعني صارت مثل قهوة متنقلة. البيكوب دوليب، البيكوب فيول، البيكوب ما بعرف، صار مكبات صارت الأوتوسترادات. هذا الموضوع بتصور لازم يكون عند الأجهزة الأمنية تردع كل هيدي المخالفات. كما وعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أيضا اجتماعا موسعا في مكتبه في الوزارة مع جميع رؤساء مراكز جرف الثلوج المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وذلك لمناقشة الاستعدادات والخطوات العملية على صعيد المراكز قبل حلول موسم الثلوج المقبل. مثل ما شايفين ضمن إطار التنسيق بمختلف إدارات وزارة الأشغال العامة والنقل لإعداد خطط استباقية
ليست مبنية على ردة الفعل. اللي حكينا الصبح عن مجاري مياه الأمطار، اليوم اجتماع كان لكل رؤساء مراكز جرف الثلوج على السلسلة الغربية والسلسلة الشرقية على كامل الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال مراكز جرف الثلوج دورها أساسي لسببين. السبب الأول بطبيعة الحال مهمتها هي رفع الثلوج عن الطرقات الأساسية المعنية بها وزارة الأشغال العامة والنقل وفق القانون، لأنه الهدف السامي والأساسي من وراء هذه المهمة ووجود مراكز جرف الثلوج هي للسلامة العامة وسلامة المارة، وخصوصا بالمناطق الجبلية وحرية الحركة وتسهيل الحركة وفتح كل الطرقات في المناطق الجبلية وصولا إلى الساحل اللبناني وصولا إلى سهل البقاع. الهدف الثاني في بعض المراكز جرف الثلوج هي لتسهيل حركة السياح بمواسم السياحة الشتوية، لما لها من نفع إيجابي ومردود مالي وتأمين فرص عمل على كل السلسلة الغربية والسلسلة الشرقية. هذا الموضوع ناقشنا مع الإدارة بوجود رؤساء المراكز، لأن رؤساء المراكز هن مياومين بالوزارة الأشغال، يعني فينا نعتبرهم موظفين، بالتالي منهم المتعهدين من القطاع الخاص. ناقشنا وعرضنا واقع السنة اللي قبل من حيث أنه نتفادى بعض المشاكل اللي صارت. بطبيعة الحال وصلنا ل يعني بدأت الملفات إعدادها من أشهر وفي طريقة التنفيذ خلال أشهر كمان وخلال أسابيع، وبيبقى موضوع أساسي هو موضوع البدل اليومي والبدل الشهري للمياومي. هذا الموضوع بطبيعة الحال حنشرحه لدولة الرئيس مئاتي لمجلس الوزراء حتى يتخذ فيه قرار على الأقل يكونوا متساويين مع الأجراء أو المياومين الدائمين في الإدارة اللبنانية. نهاية النشرة، للمزيد تابعونا دوما عبر موقع otv.com.lb ومواقع التواصل يوتيوب، اكس، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.